ولا آخر مساحاتنا الصباحية، وحنروح لعالم الجمال الإكسسوار وأيضا التصميم والهاند ميد. دائما إحنا بلفت نظرنا هاي الأشياء وقت نشوف صحيح. صبية عندها هاي الموهبة، وهي خلينا نقول صار هو المشروع الصغير لكثير من الصبايا والنساء بظل الظروف الاقتصادية، يعني وجدوا هذا المشروع كرمال خلينا نقول أول شيء عبروا عن هي الموهبة بالتصميم والإبداع، وثانيا هي باب رزق لإلهم. حنروح لنحكي فورا مع ضيفتنا لليوم وهي المصممة مرام رواس، وهي أيضا مديرة القسم المهني لمؤسسة إنانا. يسعد صباحك يا مرام. صباح الخير، كيفك؟ تمام، أهلا وسهلا. شو اليوم وحدة الألوان معنا مرام؟ ايه لاحظت تفيد بالالوان. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. طبعا دائما بنلاحظ انه كثير هيك صبايا ببلشوا واحيانا باعمار صغيره، يمكن هيك بيعملوا قصه بالبيت، بيلاقوا حالهم بهذا المكان، بيتطوروا لاحيانا مشاريع. تحكي لنا عن بدايتك في عالم الهاند ميد وكيف بدات الفكره معك؟ بدات الفكره هو بالبدايه ماما فنانه تشكيليه، فهي بتعمل لوحات من وقت ما كنت صغيره، انا كنت اشوف الفن، فبلشت تطور هي المهارات، سجل دورات، احضر دورات اونلاين. الاوانه السوريه كل فتره بتعمل دوره كرمال تدعم الشباب والصبايا، فانا كنت على طول متواجده ضمن هي الدورات وضمن هي الفعاليات. بلشت فكره المشروع لما حسيت انه انا فيني اقدر بلش، صار عندي افكار، صار عندي اساس فينا نقول. فبلشت اشتغل على شغلات كثير صغيره بالبدايه، يعني شغلات موجوده بالبيت، ممكن من شريطه ساتان اعمل ورده، ممكن من مثلا مطاطه شعر قديمه ارجع اخذ مثلا الاكسسوار تبعها اعمله اسواره. هيك بديت الفكره. طيب مرام، هيك حنروح فورا للشغل اللي حضرتك مشتغلتيه، خلينا نحكي اكثر. اليوم انت بس اختصاصك هيك قصاص او عندك بتشتغلي؟ قلتي لي صابون، اكسسوار، هيك قصاص. هلا انا مشروعي صار بضم كل شيء هاند ميد، يعني خاصة لون تركواز انا لفت نظري، يعني هو على لون لابسين نحن كلنا طابق بالالوان. دائما الصبايا بيروحوا لهذا اللون صح؟ اكيد، هو لون صار ملفت وهو اساسا لون موضه السنه، فكثير الصبايا عم تحبه. الفكرة انه بلشت بالمشروع من الاكسسوار وبلشت اتطور شوي شوي، كل فترة اضيف شيء، يعني كل فترة اتعلم شيء واضيفه لهذا المشروع حتى يكبر شوي شوي. صرت اشتغل صابون، صرت اشتغل شموع، كمان صرت درب سيدات ضمن مؤسسة إنانا، عملنا دورات، صرت درب سيدات كرمال هن يقدروا يحققوا مردود مادي من خلال هذا الشغل اللي نحن عم نشتغله. شاركت كمان مع الأمانة السورية 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، عملت فعالية كمان للسيدات، قدمت لهم من خلالها دورة للصابون وللشموع وللإكسسوار، كمان حققنا هيك من خلالها نجاح. كمان بشتغل هلأ عن جديد قصص بليكسي، هدول البورتكليات اللي نحن شايفينهم هنا من مادة البليكسي. الفكرة انه انا كمان جرافيك ديزاين، فهذا الشيء ساعدني انه اصمم تصميمات خاصة فيني انا، يعني ابتكر شيء جديد ما له موجود بالسوق، وكمان اعمل شغلات حسب طلب الزبونة، يعني شيء مميز بس لك، شيء باسمك، شيء بصورتك، فهذا الشيء اللي يميز شغلي عن باقي العالم. مرام، قد ايه بياخذ معك وقت تنفيذ القطعة يعني، ولا كل قطعة حسب شغلها لها وقت معين؟ هلا حسب شكل القطعه، حسب هي القطعه مثلا قديش بدها تصميم، حسب هي القطعه شو المواد اللازمه لها. اوقات مثلا في زبونه بتطلب لون كثير غريب، تمام، فهذا تقدري هذا اللون بدي افتل لحتى الاقي لها يعني درجه اللون اللي هي بدها اياها. اوقات كثير بتعذب بهي القصه. كمان نور وفاطمه. كمان اوقات الزبونه مثل هدول الاساور اللي معك بيكون بدها اسمها، تمام، فانا هي زميلتنا عندي نور باسمك اليوم السواره. حلوه الفكره، كثير حلوه الفكره، تماما. هي مثل هيك قطعه قد ايه بتاكل معك وقت ولا حسب؟ هلا هي لبين ما صممها وقص قطع البليكسي يعني بدها تاخذ تقريبا يوم، لبين ما كمان ركب لها السلسال تاخذ يوم. هلا مشوف عليها اسم، هذا الاسم كيف حافرتي عليها؟ هذا الاسم بينحفر بماكينات ليزر او سي ان سي،
تمام ضمن ورشه تعامل مع ورشه. انا بصمم وبنزل بقص القطع اللي بدي اياها. طبعا اوقات بقضي كل نهاري بالورشه كل ما لحق كل الطلبات اللي علي. كمان بدي اقول لك انه هدول القطع اللي بليكسي هلا هنن هدول الذهبي والملونين بليكسي. الفرق بيناتهم انه هي الملونه هي عباره عن طبقتين بقلبها صوره. يعني انا فيني اعمل اي صوره بدي اياها للزبونه. من فتره اجاني طلب كمان زبونه كان بدي اياها لتوزيعة بيبي. يعني هي فكره كثير جديده بروش او بورت كلي بقلبها صوره تماما بقلبها صوره البيبي. فهي فكره كثير جديده لساتها ما لها مطروحه بالسوق كثير. طيب مرام كان لك تجربه بالاماني السوريه واشتغلتي كوتش تدريب لبعض السيدات. خلينا نحكي عن هي التجربه. ودائما وقت بتعطي وبتلاقي نتيجه اكيد حتكوني مبسوطه بهذا المجهود اللي بذلتي. اكيد كثير مبسوطه. طالباتي لليوم بيحكوا معي كانوا سيدات. يعني كان الصعب بالموضوع انه انا عم بتعامل مع سيدات هن اكبر مني بكثير، فانه انا عم علمهم شيء هن ما عندهم فكره ولا درايه بالموضوع ابدا. اشتغلنا مثل ما قلت لك 16 يوم مناهضه العنف ضد المراه. اشتغلنا على اكسسوار وصابون وشموع. اليوم هدول السيدات صاروا قادرين يطلعوا يحققوا مردود مادي من هذا الشغل اللي احنا اشتغلنا. قد النتيجه حلوه وقت بتدرب. عم شوف سنسار كمان باسم كثير حلو. هلا الفكره انه الترند او الموضه هي السنه هي شيء خاص فيكي انت. يعني شيء باسمك شيء ببرجك شيء خاص فيكي. تمام. كمان بدي احكي شغله. موضوع التسويق الالكتروني او موضوع التسويق اللي هلا كثير صبايا بتجي بتقلي انا مبلشه مشروع بس انا ما عم بعرف كيف بدي اسوي لشغلي. اول شيء بدي اقول لهم انه توجهي للتسويق الالكتروني مبدئيا، لانه هلا بهذا الوضع كثير صعب. مثلا صبيه مبلشه مشروع تقدر تفتح محل وتعرض شغلها او منتجاتها. الفكره الثانيه انه تشتغل على موضوع البازارات. نحن امبارح كنا ببازار، بازار بكره احلى كان بالاوب تاون مع هذا البازار. انا لفت نظري الاسم لسه هيك حلو الطاقه الايجابيه انه نحن لليوم عم نقول بكره احلى مع المدام عروبه السيد. فهي بتقدم دعم للصبايا او للشباب اللي هن مبلشين مشاريع جديده. تمام. فاي صبيه او اي شاب عنده مشروع وبده حدا يدعمه وبده حدا يقدر يسوق له صح، يقدر يبلش ينشهر يشهر مشروعه صح، بيقدر كمان يتوجه لموضوع البازار. المدام عروبه كثير بتساعد، يعني بتساعد اي شاب واي صبيه. هي ساعدتني كثير ببداياتي كرمال انا اشهر مشروعي ولسه لليوم. يعني انه امبارح كنا عاملين مثل كادويات بقلب البازار باسم صبايا وشباب، يعني انه مفاجآت عرفتي. حلو. اي فهذا الشيء يعني بيدعم البازار وبنفس الوقت بيدعم كثير مشاريع وبيدعم الصبيه نفسها. تماما تماما. مرام انت جرافيك ديزاين، لاي مرحله ساعدك هذا الشيء بمجال التصميم؟ الجرافيك ديزاين ساعدني كرمال انا اعمل شيء خاص فيني بس انا، تصميمي انا خاصه. تماما. يعني ما حدا بيقدر يعمل مثلا الشيء اللي انا عاملته لانه هذا تصميمي انا. يعني في له حقوق، ما حدا بيقدر ياخذ لي تصميمي الا لحتى يحاكيني يطلبوا مني انا عرفتي. احسن مما اخذ شيء جاهز من السوق، او احسن مما احكي مثلا مع جرافيك يصمم لي شيء ويرجع يبيعه لحدا ثاني. فانا تعلمت الجرافيك كرمال انا اعمل شيء لإلي. حتى اللوجو تبعي انا عاملته لإلي، حتى الكرت انا عاملته لإلي. يعني هيك بحس بصمتي بكل مشروعي. حلو التميز. مرام هيك بالنهايه هيك كلمه ولو سريعه لكل صبيه اليوم حابه تبلش هذا المشروع اليوم. يمكن المواد الاوليه اكيد غاليه وتسويقيا ما كثير القصه عم تكون في زياده ربح للصبايا، فعم يروحوا لقصص ثانيه. فاي حدا اليوم حابب يبلش هذا المشروع شو بتنصح؟ اول شيء بدي انصحها ما تخافي من شيء ابدا. يعني اي حدا بلش اي بدايه صعبه، بس هي بس تمشي اول خطوه حتلاقي كل شيء سهل قدامها. هلا الصعب اول شيء انه هي تتعرف على المصادر اللي هي بدها تشتري منها الغراض. تمام. يعني في رفيقتي كانت مبلشه مشروعها من اسبوع، فبجي انا بنصدم بالاسعار انه هي متعامله مع حدا كثير كثير عاطيه اسعار غاليه كثير، يعني فوق العشر اضعاف الربح.
فالفكرة إنه قبل ما تبلشي مشروعك انزلي شوفي السوق، اسألي أكثر من مكان، تعرفي على المصادر، يعني مصدر الأساسي كرمال أنت توفري على حالك. كل ما وفرت على حالك كل ما بيزيد الربح بالنسبة لإلك. تمام. كمان بدي أحكي إنه حتى وأنت قاعدة بقلب بيتك إنه ما يتحجج وشوب وما بدنا نطلع من البيت، حتى وأنت قاعدة بقلب بيتك فيك تشتغلي شغلات وفيك تأبدعي وفيك كمان تكوني مميزة، فيك تكوني قدوة كمان لشباب وبنات جيلك. فأي حدا بيحب أي شيء وعنده شغف فيه رح يبدع فيه 100% قد ما كانوا هذول الشغلات كتار. نحن علينا بس نركز، علينا نتكل طبعا على رب العالمين، وكمان مثل ما قلت لك نشوف المصادر ونبلش صح. وبالنهاية هذا هو مصدر دخل، خلينا نقول مشروع صغير ممكن بيوم من الأيام يكبر ويتحول لمحل شيء ثاني. فبدي أتمنى لك التوفيق وبدي أتشكر حضورك هيك، ومتمنى نشوف تصاميم خاصة فيك باسمك مرام على مستوى عالمي. شكرا مرام. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك، ونتمنى لك التوفيق ولكل هيك صبية بتبدأ هيك بمشروع صغير وبعدين بيكبر. أكيد هذا الشيء كثير حلو لحتى تقدر أي صبية إنها تطالع مصروفها من شغلات بسيطة هي قدرت إنها تعملهم. يعطيك ألف عافية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.